فضيلة الشيخ، رجل أوقف منزله على 4 من بناته، وهذا المنزل بعد فترة من الزمن أصبح خريبا ولا يمكن الاستفادة منه، وهذه البنات لا يستطيعون إصلاحه والاستفادة منه، فهل يجوز لهم بيعه؟ يجوز إيش؟ بيعه. أولا لنسأل، هل وقف هذا البيت على 4 من بناته دون الآخرين والأخريات؟ يعني أرض ذولا. طيب، إذن الوقف صحيح، وإذا تعطلت منافع هذا الوقف فلهن بيعه وشراء ما هو خير منه، لأن الوقف لا يعدوهن.